إذا قررت الدولة من أجل تقريب الإدارة الوطني وتفعيل الأمن وتقويته وتخفيف على المواطنين بالولوج للخدمات عن قرب بدل ما كانوا يتلقوا شورها، على أنها تنشأ ولايتين داخل عاصمة نواكشوط. سمعت ناري أحد يتكلم عن مدى دستورية هذا، اختير نذكره على أنه دستوري، دستوري نصل على عاصمة نواكشوط. احنا حرصنا أن هذه الولايات تعودوا في إطار عاصمة نواكشوط. هناك فرق بين العاصمة وبين الولاية، قد تتكون العاصمة من عدة ولايات وما حدث، وقد تكون ولاية واحدة. معناها أن النظام الدستوري وراعى فيها كافة الجوانب اللي قد تعود فيها ثغرات قد تمس ب، وأنا أعتبرها الحقيقة تطور كبير وأعطانا نتائج في كثير من الدول، ويعتبر مسألة راقية في تطور تقطيعنا الإداري وبنتنا الإدارية، تجعل قانوننا غير مرن وتجعلنا سميته. تحدث بعض عن القضاء واستقلالية القضاء. احنا نفخر بقضائنا ونحترمه ونعتبره مرجعية بالنسبة لنا، هو الضامن الأسماء لحقنا حقوق المواطنين. ونطير الدولة بذلت كثير من الجهود، أولا دارت القضاة عدلتهم نظام أساسي مكنهم من أنهم يعودوا مستقلين، والحكومة مستقلة، القضاء مستقل كامل الاستقلال عن القضاء، عن الحكومة عن السلطة التنفيذية، وتم مراجعة كثير القوانين وملائمتها وتطويرها حتى يتمكن القضاء من دوره الفعال والسليم. واحنا بعد نعتبره مؤسسة القضائية ونحترمها، ولأننا ما يقدر يقاه يشكك في نزاهته ولا استقلاليته، واحنا كبلد مستقل لا سيادة، يلا تنعود نحترم قضاءنا ونصوها لا بالمواصفات اللي تليق به. والدولة مستمرة في كل ما من شيء من يرفع من مستوى القضاء ومن استقلاليته اللي هي ضمان حرياتنا كاملة. ما يتعلق باللامركزية أو الحال اللامركزية، بالنسبة لي إحنا كي تعرفوا عندنا نؤمن بعدين الجماعات المحلية تطويرها وتفعيلها والضمان الأساسي ترقية اللامركزية، ونعتبر الدولة تخلت عن جزء من صلاحياتها، ونعطى المجالس المحلية إياك أنها تقوم دورها في تسيير المواطنين بصفة أدرى بهذا الشأن، ولمتلوا جهدا انها تقدم لهم كافه الدعم عن طريق سواء عن طريق ميزانيتها وعن طريق تمويلات عن طريق شركاء الاقتصاديين، وتم تكوينهم وتعطيرهم من اجل ان يقوم بهذا الدور المنوط به. اختي نقول في هذا المقام على ان الدوله مستمره في هذا العمل، وعن ذاك كامل التوصيات ذاك يتطلب من تفعيله وتطويره ان الدوله دايرته برامجها، وعنها مستمره ان شاء الله فيه لين يعطي النتائج كثيرة بأنه يعطي نتائج. غير في هذا الإطار نختار نقول على أن كافة الوزارات كافة القطاعات الوزارية كلها من موقعه ما هو تاكل الأمر إلا على ما يتعلق بالإمكانيات اللي عند البلديات، أن كل قطاع وزاري قائم بعملية تنموية كل فيما يعني ما يتعلق بالزراعة، تلاحظ التطور اللي خلق مجال الزراعة، ما يتعلق بالتنمية الحيوانية تم إنشاء قطاع خاص به وتم الاهتمام بها إياك أنها تاخذ قسط الاكبر من ميزانيه الدوله، وعندنا يتم اهتمام بهذه الفئه الكبيره من مواطنينا اللي تدر دخل كبير على الاقتصاد الوطني. الى غير ذلك من كافه المجالات، معناها ان كافه القطاعات الوزاريه لانها تتدخل الى جانب هذه البلديات والى جانب الجماعات المحليه من اجل دعم السكان وتفعيل المشاريع سواء كانت مشاريع كبرى ولا مشاريع صغرى، لكنها ترفع من مستوى المواطنين ومستوى معيشتهم. اذا اخيرا نختار باطنا نشكر سادة النواب، ونختار نقول على ان فيما يتعلق نرجع للقانون، نختار نقول على انه كيما قال اشار السيد الرئيس قبيل على ان
جميع الملاحظات نارنا ناقشناها مع السادة النواب، بدأوا حول ملاحظاتهم كاملين، ونعطاله تم احترام فيه القانون اللي نص على انه يعطي 15 يوم عند الجمعيه الوطنيه ولا الغرفه باطل اللي يسبق فيها هي الجمعيه الوطنيه، ولن لم ترد اي ملاحظات، وان السيد الرئيس طلب مني على اني لين يعود فم ملاحظات جديده عند النواب انه لا يستدعاني، اياك ان نشوف الغليل فيها واياك ان نجاوبه ولعات اي ملاحظات، وبالتالي نعتبره على ان ما سجلت عليه اي ملاحظه ذاك الوقت تمس بالتغيير في النص لا في الشكل ولا في المضمون، وبالتالي نعتبره ذيك الساعه لانه اتخذ اجراءات الكابينه. وذلك من هذا المنبر نطالب الساده سيدات النواب المصادقه عليه من اجل ان نرد غرفتنا ثانيه الى وضعها الطبيعي. وشاكركم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. شنو؟ هذا سوف لا اعتبرت ان كنت الجمعيه الوطنيه نختار نقول على ان نفس الماده اللي ذكرتها لك الماده 15 تنص على ان الجمعيه الوطنيه يلا يحدد نهايه مأموريته وبدايه مأمورية الجمعيه. كي تعرفوا الجمعيه الوطنيه تم انتخابها السنه الماضيه، وعلى ان ما مارست عملها الى ان عاد تاخرت بشهرين الله لها، وعلن القانون يقول علن لابد من تعود الجمعيه الوطنيه مده دورتها لابد من تعود 4 أشهر، ولابد من تعود بدايتها فاتح اكتوبر في يوم عمل اول يوم عملته، وان لابد من ترجع القانون التنظيمي، لابد من يعاد القانون التنظيمي يعيد الوضعيه الى طبيعتها. بعاد هذه القضيه وضعيتها لابد من تنتهي مأموريه الجمعيه الوطنيه 2018 في شهر اكتوبر. اذا هذا هو المبرر القانوني ولا الدستوري كاع، المبرر الدستوري وي هذا في القانون الدستوري اللي يعدل 2012، وبالتالي لابد من قانون تنظيمي، قال الدستور لابد من قانون تنظيمي يعيد الوضعيه الى الدستوريه الى طبيعتها. من حيث الوقت ومن حيث المده، الوقت اللي هو فاتح الدوره اللي قلت انه بدايه اكتوبر هو يوم عمل فيه، وبدايه افريل بالنسبه للدوره الثانيه العاديه، وبالنسبه للمده اللي هي 4 أشهر. اذا هذا يجعل على ان اي مراجعه للقانون المتعلق بالشيوخ يلا تنحل فيه مشكله الوضع الطبيعي سميته، لان احنا حاليا فتحنا في وضعيه ما هي الوضعيه الطبيعيه الناصعه لمراجعه الدستور. وبالتالي من اجل العوده الطبيعيه الدستوريه الى جمع الغرفتين لوضعهم الطبيعي لابد من كان هذا هو موضوع المشروع القانون التنظيمي المعروض عليكم. شكرا. أقول ما وصيت عليه. أقول وصيت عليه.